النادي الاهلي كابتن عبد الحميد شيبه، انا مساء الخير. خلاص محمد، يعني بيقال انه تاكد خلاص رحيلك من النادي الاهلي لنادي اخر على سبيل الاعاره. والله يعني ان شاء الله يعني خلال ايام، يعني النهارده ان شاء الله وبكره هيتحدد، يعني ان شاء الله ربنا يسهل الخير ان شاء الله. يعني هل كان ليك جلسه مع كابتن سيد عبد الحفيظ مثلا مؤخرا بالنسبه ل كل يوم، يعني كل يوم بقعد معاه كده واشوف اخر اخبار ايه، فربنا يسهل يعني ان شاء الله يعني النهارده كده، يعني اكيد بكره ان شاء الله كل حاجه تحسم يعني. تمام، مبدا اعرف فقط وليس بيع نهائي. هو في اعراض بيع يعني الناس سلموا فيها، بس ما رفض النادي رفض البيع وكده، فلو عرض ان شاء الله خير يعني. طب هل يعني انت اقرب لاي نادي يعني العروض اللي بتجيلك؟ بصراحه في عروض كتيره، بس عروض يعني جديه ان هي العاره وكده، ففي نادي الجونه ونادي وادي دجله. انت الاقرب لايه، للجونه ولا لوادي دجله المفروض؟ والله على حسب اللي رغبه يعني، يعني النادي يعني طلب هيوفي طلبات النادي، ويعني ان شاء الله يتفق معانا، فان شاء الله يكون اقرب ليا. الجونه ووادي دجله طلبوك بشكل رسمي؟ اه، يعني ارسلوا فاكسات للنادي الاهلي؟ لا، هم كلموا كابتن سيد عبد الحفيظ، يعني اتكلموا معاه الاول وكده عشان يتفقوا كل حاجه ويخلصوا ان شاء الله. تمام، لكن انت حد اتكلم معاك بشكل شخصي بالنسبه لك منهم؟ يعني في ناس من هنا ومن هنا. اتكلموا معاك؟ ايوه. تمام، هي الاعاره هتكون لمده قد ايه؟ هل موسم موسمين؟ موسم واحد. انت موقع للاهلي 3 سنوات؟ 5 سنين، فات منهم موسم واحد فقط. تمام. هل اتكلمت مع الكابتن، مع مستر مانويل جوزيه مثلا في بالنسبه لاعارتك او استمرارك او رحيلك النهائي؟ لا، عشان كل كلامي مع الكابتن سيد حفيظ، يعني مع الكابتن سيد. تمام، لكن انت من جواك عايز تخرج على سبيل الاعاره ولا على سبيل الرحيل النهائي؟ لا والله، يعني بالنسبه لي انا مش فارقه، بالنسبه لي ان انا فعلا عايز اخد فرصه العب، يعني على سبيل الاعاره، على سبيل البيع النهائي، دي مش المشكله بالنسبه لي، يعني مش ان انا يعني ان انا اروح النادي العب فيه اخد فرصتي يعني. كابتن عبد الحميد شيبان، انا بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك التوفيق بتابعه الحال.